كابتن حسام رجع لنا تاني، نروح له كابتن سريعا ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل يا محمد. شعورنا ان انت كل مباراه بتدور على 3 نقاط والفوز، لكن في احداث بتبقى حوالين كل مباراه وحوالين كل مرحله بتبقى هي اللي انت او اللعيبه لابد تبقى عارفينها واهميه المرحله دي. فالمباراه دي كانت في غايه الاهميه، في يعني يمكن من المرات القليله قوي ان احنا نبقى فارقين عن المنافس اللي هو قريب مننا، وفي نفس الوقت بناكد الفارق ده باضافات اخرى في مباراه النهارده. فهي التملي بقول الاحداث اللي حوالين المباراه كمان بتبقى مهمه جدا، فالكلام ده كان واصل للعيبه. ويمكن الشوط الاولاني يعني كان في احساس بالارتياحيه في الاداء شويه، ان المكسب ممكن يجي اي وقت، وده طبعا يعني كان في تعنيف مني بين الشوطين شويه للعيبه، لان الفكر ده موجود عندنا. عشان كده يمكن ادائنا في الشوط الثاني بالرغم ان الشوطين متقاربين من بعض في حته الاستحواذ كده، كان في شوط كان فيه استحواذ بشكل ايجابي وبرغبه، وده عشان كده طبعا يعني قدرنا الحمد لله ان احنا ندخل في مباراه ثانيه ونكسب الحمد لله. محتاج اطمن منك على حاله سعد سمير، حاله احمد فتحي كابتن حسام، وهل ممكن يلحقوا ان شاء الله مباراه الاسماعيلي خلال الفتره القادمه ولا لا؟ ان شاء الله. يعني هو طبعا النهارده في اهداف بجانب طبعا تفكيرنا في الفوز بالمباراه، لكن بنريح بعض اللعيبه، في بعض اللاعبين زي كان سعد عنده جهات شويه فما رضيتش خاطر بيه، وبالذات طبعا ان يعني الحمد لله بنجرب الناس في الاماكن بتاعت سعد ونجيب ورامي، وشفنا طبعا بيأدوا بشكل كويس، فان شاء الله يبقوا جاهزين لمباراه الاسماعيلي ان شاء الله. طيب جزئية أخيرة، أحمد أو علي لطفي خلاص أصبح حارس مرمى في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة معاك في التدريبات، ممكن يتم قيده في القائمة الأفريقية خلال الأسبوع الباقي قبل نهاية القيد، ولا المسألة دي مش محسومة؟ أكيد وارد طبعا، يعني إحنا مايدين 2 حراس مرمى بس، أكيد هيبقى في حارس ثالث.